بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم متابعي قناة تفسير الرؤى والأحلام. نقدم إليكم اليوم تفسير إعطاء الميت للمرأة المتزوجة مال. إن إعطاء النقود في المنام بالنسبة للمرأة المتزوجة قد يدل على حاجتها أو قد يشير إلى قناعتها، كما يشير هذا المنام إلى الحمل القريب لها، وخاصة إذا كانت تعاني من صعوبات في حدوث الحمل. وبالنسبة لرؤية السيدة المتزوجة للنقود الذهبية فذلك دلالة على إنجابها لمولود ذكر، أما بالنسبة لرؤيتها للنقود الفضية فذلك دلالة على إنجابها لمولود أنثى، طبعا إذا كانت المرأة المتزوجة حامل. وأما إذا جاءت النقود الورقية من ميت في المنام للمرأة المتزوجة فقد يكون ذلك فيه إشارة إلى قناعتها في حياتها الزوجية. يقول ابن سيرين أنه إذا رأت السيدة المتزوجة في منامها أنها تحصل على المال الورقي دل ذلك على أنها سوف تقابل صديقة وفية، وسوف تحقق الكثير من الأهداف التي تسعى إليها. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، أرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.